بالنسبة لمستوى الدولة، احنا يمكن رضينا كتير من الأسئلة على مدار الأسابيع الماضية، وحبينا نطمن كل المجتمع على ان ما نراه من بعض الحالات المنتشرة في المدارس أو في السن الصغير من الفيروس المخلوي التنفسي هي يعني شيء احنا متعودين عليه. يمكن هذا الفيروس تم اكتشافه من سنة 1956، فما هوش فيروس جديد، ولكن احنا متعودين بعد ظاهرة كورونا ووباء كورونا ان بيكون دايما في بعض الأمور اللي هي بتاخد أكتر مما تستحق. بيشرفني النهاردة معانا عشان الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بحضراتكم الأستاذ الدكتور مصطفى الهدود، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، أستاذ الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش للأطفال بجامعة القاهرة، أستاذ الدكتورة هالة حمدي رئيس وحدة الأمراض الصدرية بمستشفى أبو الريش بجامعة القاهرة، أستاذ الدكتور يسري جمال أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، أستاذ الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، وأيضا الأستاذ الدكتور عمرو أنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بوزارة الصحة. احنا هنبدأ بس ببساطة ان انواع الفيروسات كتير جدا، منها اللي بيصيب اجهزة الجسم بشكل عام. يمكن النهاردة احنا بنتكلم على الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ودي فصيلة من الفيروسات كلنا عارفينها. طبعا الاشهر منها هو الانفلونزا فيروس، وعندنا ايضا الراينو فيروس، وعندنا الكورونا فيروس اللي احنا شفناه، وعندنا كتير من زي الادينو فيروس. كل دي فيروسات بتصيب الجهاز التنفسي، سواء الجهاز التنفسي العلوي او الجهاز التنفسي السفلي. طيب ليه سمينا هذا الفيروس سينسيتيا الفيروس او الفيروس المخلوي؟ لانه لما بيصيب الخلايا بتتجمع مع بعضيها وبتبقى شكلها مختلف، وبيبقى عامله زي ما يكون نتورك او عامله زي ما يكون شبكه. وده طبعا يعني فيروس زي ما احنا قلنا بيصيب على مدار السنوات الطويله، وبالذات في فتره الخريف ودخول الشتاء. يمكن السنتين اللي فاتوا ما كانش بالحده اللي احنا شفناها نتيجه عوامل كتيره، اولا لوجود الكورونا على المشهد، وايضا لوجود اجراءات احترازيه كانت تتبعها الاسر بشكل كبير جدا. السنه دي عند يعني وجود بعض اليسر في حالات الكورونا وايضا عدم الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازيه، شهدنا ان في زياده في اعداد هذا الفيروس اللي احنا متعودين عليه على مدار السنه. طبعا الفيروس بيصيب فتره الحضانه بتاعته من 4 لـ6 أيام، ثم تظهر عليه الاعراض، بينتقل عن طريق الرذاذ، عن طريق الكحه، عن طريق برضو استخدام الادوات واستخدام الاسطح، لانه ممكن ان هو يعيش على الاسطح لمده ساعات طويله، فالانتقال من خلال التلامس من الاسطح هو موجود. ممكن يقعد لمده بعد فتره الحضانه لمده اسبوع او اسبوعين تظهر عليه الاعراض، اعراض كلنا متعودين عليها، سواء سيلان في الانف او سعال او حمى او التهاب في الحلق او عطس او صداع. طبعا بنخاف دايما على الاطفال اللي من سن يعني حديث الولاده الى سن 6 أشهر، يمكن دول اكتر اطفال بنبقى قلقانين عليهم، وخصوصا الاطفال اللي عندهم بعض الامراض المزمنه زي بعض المشاكل المزمنه في الجهاز التنفسي، او بعض العيوب الخطيه في القلب، او بعض الامراض المناعيه. هم دول بيبقوا عرضه لظهور اعراض اشد بالنسبه لهذا الفيروس. اما ما دون ذلك لحد 5 أو 6 سنوات اللي هي سن الحضانه او سن المدرسه بنشوفه، ساعات يقعد اسبوع، ساعات يقعد اسبوعين مع اعراض متوسطه الى بسيطه، وبعدين يختفي هذا العرض. طبعا احنا من خلال رصدنا سواء من خلال وزاره الصحه اللي عندنا يعني كثير من الطرق الخاصه بالرصد الوبائي على مستوى الجمهوريه، دي مش حاجه جديده. احنا من قطاع الطب الوقائي الحقيقه نمتلك 27 منشاه مسؤوله عن الرصد كل الجهاز او فيروسات الجهاز التنفسي، ودي مش معموله للسنه دي ولا حتى فتره الكورونا، لكن دي على مدار السنوات الطويله لمتابعه كل الفيروسات واجراء التحليل الجينيه المعنيه بهذا الوضع. فاذا لو بصينا للوضع الوبائي لهذا الفيروس في مصر، هنلاقي من سنه 20 لسنه 22 كنا رصدين حالات تم تشخيصها في سنه 20 وبرضه في فصل الشتاء في اواخر الشتاء. يمكن اختفت الظاهره دي سنه 21 لحد من حوالي يمكن شهرين، لما بدينا ان احنا نرصد بعض الحالات في الزياده من هذا الفيروس اللي هو زي ما قلنا ضمن عائلات كثيره من الفيروسات الجهاز التنفسي. لكن شهر اكتوبر ونوفمبر اللي فات تحديدا اللي احنا فيه، والشهر اللي فات ابتدينا ان احنا نرصد
يعني الحدوث الهجمة الموسمية لهذا الفيروس اللي احنا كنا متعودين فيها على مدار السنين. يمكن شفنا أكثر من 1611 حالة تم تشخيصها من خلال مراكز التراصد المختلفة، اكتشفنا عدد من الحالات الإيجابية، لكن حتى الفئة العمرية اللي لقيناها أكثر شيوعا هي الأقل من عامين، لكن متواجد طبعا من عامين إلى 5 سنوات، ولكن الفئة الأكثر شيوعا وانتشارا كانت الفئة البسيطة، وقلنا الأعراض إنها يعني بسيطة إلى متوسطة. لو احنا بناخد طبعا مسوحات من 21 مستشفى من خلال محافظة القاهرة والجيزة والغربية، اللي قدرنا نناظر الحالات المحجوزة سواء الأطفال اللي موجودين في الأقسام الداخلية أو حتى في الرعاية، عشان نقدر نشوف الأعراض التنفسية الحادة اللي موجودة عند هؤلاء الأطفال، ونعمل التسلسل الجيني اللي متعودين نعمله تاني، مش مجرد علشان فترة الكورونا أو اللي احنا فيه ده، وبنعمل تعيين أيضا تحاليل دم لهؤلاء المرضى، وبنعمل لهم عملية البي سي آر أيضا عشان نطمئن على إن الحالات، لقينا فعلا إن معظم الحالات اللي محجوزة كانت بتنتمي لهذا الفيروس، يعني حوالي 69 أو 70% من الحالات بتنتمي للفيروس المخلاوي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، و 87% من الحالات كانت في أقل من عامين، وده متماشي مع الوصف العادي لهذا الفيروس. إذا احنا عايزين نطمن بس كل أهالينا إن احنا متابعين، وزارة الصحة تمتلك القدرات الرصد الوبائي على مستوى الجمهورية لمعظم الأمراض بطرق علمية حديثة جدا، نستطيع من خلالها إن احنا نطمئن على الحالات، وزي ما بنعمل بشكل يعني منتظم في معظم الأوقات. احنا بنقول إن التوصيات طبعا بسيطة جدا، لأن هي اللي عنده طفل ممكن يكون عنده ارتفاع في درجة الحرارة أو عنده الأعراض الخاصة بالبرد، اللي هي بالمناسبة لا تزيد عن أعراض البرد اللي احنا بنشوفها ومتعودين عليها كلنا، مش من المنطقي ان هو يروح المدرسة علشان ما يبقاش يعدي، لان هذا الفيروس يمكن أعراضه متوسطة إلى بسيطة، ولكن نسبة انتشاره عالية جدا، وبالتالي الطفل اللي ممكن يقعد في فصل ممكن يعدي الفصل بالكامل، سواء عن طريق التلامس أو عن طريق الرذاذ أو عن طريق أيضا يعني بعض الإجراءات الغير صحية.